بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن الاختبار الخامس اللي هو الانتجرال تيست. بيقول لي عندي لو تكامل من واحد لانفينيتي ل اف اكس دي اكس بتساوي ال، لو ال اصغر من انفينيتي واكبر من سالب انفينيتي، يعني باي رقم غير السالب انفينيتي والانفينيتي تبقى كونفرجن، طب لو بالانفينيتي او بالسالب انفينيتي تبقى دايفرجن. طب مثال بيقول لك determine whether the series converges or diverges by using the integral test. طيب واحد على واحد زائد عشرة n summation من الواحد للانفينيتي، هناخد الانتجريشن نخلي كل n بx حسب القاعدة، ماشي؟ طيب ونضربها في dx، هنضرب فوق في عشرة ونقسم بره على ايه، ونقسم بره على عشرة علشان يبقى المقام، يبقى البسط مشتقة المقام عشان نقدر نعمل انتجريشن. طيب يبقى لما فوق مشتقة اللي تحت يبقى التكامل لان اللي تحت اهو زي ما كنا واخدين في القواعد التكامل في ماس 1، تمام؟ يبقى ليميت من ام الانفينيتي، وشلنا الانفينيتي حطينا ام، تمام؟ عشان هو القاعدة بتقول كده، نشيل الانفينيتي ونحط ام. طيب بعد كده بقى هنعوض من ام، هنعوض مرة بالام ناقص الواحد، هنعوض هنلاقي ان ده في ام، مهما عوضنا بانفينيتي فهو القيمة هتطلع بانفينيتي فيبقى داي فيرجن. طيب حد يقول لي لا دي على طول كده هتطلع بداي فيرجن، هقول له لا اصبر لحد ما نشوف المثال اللي بعد الجاي. طب هنشوف المثال ده، n على n سكوير زائد واحد. طيب نخليها انتجريشن ونضرب في دي اكس ونشيل كل n نحط x. طيب نضرب فوق في اتنين ونقسم على نص، نقسم على الاتنين عشان يبقى البسط مشتقة المقام. طيب يبقى التكامل لان المقام، نعوض مرة بالm ومرة بالايه بالواحد هيديني برضو infinity يبقى ده divergent. طب نشوف بقى المثال الجاي، بيقول لي show that ال B series دي واحد على ان B converges for B اكبر من الواحد، يعني هو ده ال B test عاوز يثبتها B البرش اللي عاوز يثبتها بالانتجرال تيست ان القانون بتاع ال B test ده صح. طب هنشوف، هنخليها تكامل ونضرب في دي اكس ونشيل كل ان نحط مكانها اكس. طيب يبقى واحد على اكس بي ونشيل الانفينيتي نحط ام، بعد كده نطلع الاكس بي بعكس فوق في الـ في الـ في الـ في البسط ونزود الاس واحد ونقسم على الاس الجديد، تمام؟ بعد كده نعوض ب الام والايه والواحد، هنعمل ايه؟ طبعا ده واحد على واحد ناقص بي في، نزلنا الاكس بعكس الاشارة وطلعنا دي فوق، تمام؟ وخدنا الواحد على واحد ناقص بي عامل مشترك، اتبقى لي واحد على اكس بي ناقص واحد، يبقى واحد على واحد ناقص بي في واحد على، هنشيل الاكس نحط انفينيتي مرة ومرة بواحد، وهنشيل الام، ما هو الام بانفينيتي، فهناك كنا بنحط الام، فالمرة دي هنشيل الام، هناك لما كنا نحط انفينيتي فهنا كان الناتج برضو انفينيتي، لكن هنا هتفرق، حط هنا انفينيتي يبقى واحد على واحد، واحد على انفينيتي باور بي ناقص واحد ناقص لما تعوض بالواحد، هتلاقي ان ده بيديلك سالب واحد، يبقى واحد على تعكس ده بقى ب ناقص واحد. طيب فده هنا ايه نظامه؟ ده مهما عوضت فهيديك رقم ولا بانفينيتي ولا بنيجاتيف انفينيتي، يبقى ده ايه؟ كونفيرجن، عشان ده اصغر من انفينيتي واكبر من سالب انفينيتي يبقى ده كونفيرجن. طب نشوف في المثال ده،
ده بالبي تيست على طول، فده كونفرجن. طب نشوف بقى بالانتجرال تيست، بي تيست طبعا عشان بي اكبر من الواحد. طب هنا نشوف بقى بالانتجرال ان احنا نخلي كل ان اكس ونضرب في دي اكس ونخلي الانفينيتي بام، ثلاث حاجات، ونجيب الليميت التند تو انفينيتي واحد على اكس سكوير، طلع الاكس سكوير فوق يبقى باكس اس سالب 2 زودها واحد يبقى اكس باور سالب واحد على الاس الجديد الاس سالب واحد، خل اعكسهم. تمام، طريقة الانتجرال العادية خالص، طريقة الانتجريشن. بعد كده اعوض من مرة بالام ومرة بالواحد يبقى انفينيتي سالب واحد على انفينيتي بزيرو، ومرة بالواحد يبقى سالب سالب الواحد يبقى زائد واحد يبقى بواحد، يبقى ده كونفيرجن. تمام، يبقى مش كله بدايفيرجن. طب دي بقى دي صعب، هنا صعب الفكرة بتاعة الانتجريشن، لكن هو هو الطريقة. يعني هناك كان انتجريشن مباشر، فانت كده لازم ترجع تراجع على قانون الانتجريشن اللي في ماس 1. تمام، طيب هنا بقى هيصعب الفكرة. هتلاقي عندك بعد ما خلى ال n x وضرب في دي x وخلى ال summation integration عمل ايه؟ لقينا ان الانتجريشن ده مش هيتجاب مباشر، ده هيتجاب بطريقة الانتجريشن باي بارت بتاعت ماس 1. طيب خلينا ال x بيو وال e is ال e باور سالب x في دي x بدي v. طيب والقانون عندي كان بيقول u v ناقص تكامل اليو في الفي في الدي يو، القانون اهو. تمام، طيب في الناس بتتلخبط تقول لك هو السهم كده ولا السهم كده، لا انت اكتب القانون وشوف هو بيقول لك ايه. طيب يبقى احنا ما ننساش عملنا ايه بعد ما عوضنا اهو، فاحنا هنعوض هنا من زيرو لام دي تبع التكامل، صح؟ مش احنا فكينا التكامل، فهنعوض هنا برضو من ام لزيرو، ما ننساش دي، وناقص ناقص تاني تكامل دي، ما انت عندك في ناقص هنا اصلا وفي ناقص في القانون، يبقى زائد تكامل من زيرو لام. ولازم تحل ورايا بالورقه والقلم عشان يثبت في دماغك وتفهم اكتر، ما ينفعش تتفرج كده وخلاص، لازم بالورقه والقلم وتشوف الخطوات دي جت ازاي. يبقى اي اس سالب اكس دي اكس. تمام، طيب فاحنا عندنا هنا اهو، هنيجي بقى نكمل دي الاكسبوننشال هي هي زي ما هي، هنعوض برضو من زيرو الام، فعندنا الاثنين دول هنعوض بيهم من زيرو الام، فخدناهم مع بعض. طيب بعد كده احنا هننزل السالب دي طبعا، ماشي، سالب وسالب خدناها بره مشتركه اهي ليميت، وهناخد الاي اس سالب اكس مشترك، اتبقى لي احنا خلاص السالب بره بقت الحدود دي كلها موجبه، وخدنا الاي اس سالب اكس مشترك يبقى اتبقى لي اكس زائد واحد من ام لزيرو. طيب عوض مره بالام ومره بالزيرو، يبقى لما تعوض مره بالام فهتشيل ام وتحط مكانها انفينيتي اللي هي الاتند بتاعتها، يبقى ده هتلاقي الحد ده بزيرو. تمام، وده اي باور سالب زيرو في زيرو زائد واحد، هتلاقي ان ده بيديك سالب واحد في واحد في سالب يبقى موجب واحد، يبقى ده كونفيرجن. تمام كده، ده كده كان الاختبار الخامس اللي هو الانتجرال تيست. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن البارشيال سام تيست اللي هو الاختبار السادس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.